السلام عليكم الخوت، فكنت واجدوا بسوق القريعة نهار السبت، فكما العادة في إطار تقريب الأثمنة المشاهد الكريم، فكل ما يتعلق بالطيور ولوازم ومعدات، فغنحاولوا نوصل لكم اليوم الأثمنة اللي متواجدة في السوق، فأنتم كما كتلاحظوا الأجواء ديال السوق، فبقوا معنا نديروا بكم هذه الجولة ونعرفكم على جميع الأثمنة وجميع الطفرات اللي داخلة السوق، وتحياتي للإخوان كاملين. كاين هاد الوليد اللهم بارك، مولا في السوران، مولا تيقول فيه 200 درهم. هذا روز، هذا 200 درهم. هذا اللهم بارك، الزرق تيقول فيه 170 درهم، والخضر 150 درهم. هادو ديال التيشيرت. خوت هاد البياسات هنايا ديال الموانو، الموانو هادي 60 درهم البياسة، وكاينين كوبلات ديال ديامون جولد، هاهو ديامون جولد على هاد الشكل، هادي 600 درهم الكوبل، ديامون هو، الموانو قلنا 60 درهم، كاينة هاد الكوبلة هادي هنايا، هادي راه بالوليدات ديالها، هادي كومبلي بالوليداتها تقول فيها 1000 درهم. كاين هنايا هادو كاين خوت هاد الكوبلات هنا ديال الروز، فالكوبل كدير 400 درهم الكوبل. الروز داير 400 درهم الكوبلة. كاين كارطونة لا بغيتها. كاين هاد الكوبل هادي هنايا، هادي الثمن ديالها 800 درهم. كاين هاد الكوبل هادي، هادي الثمن 900 درهم. كاين هاد الكوبل هادي، هادي الثمن تاعي 700 درهم. كاين هنايا جوج كورة 150 درهم الواحد، عدد كاين جوج كورة 150 درهم الواحد. كاين الكوبل هادي تاعي 700 درهم. فاللي بغا شي حاجة راه النمرة عندي، تواصل معايا نعطيه النمرة والله يسخر الجميع. الدجاج الزينة، كاين هاد البياسات ديال الكوبلات ديال سير رايت اللهم بارك. الكوبلة الأولى، الروج هو اللي منه، الدجاجة اللي من لهيه، فاللي بغا شي حاجة نخليو النمرة، نتواصل مع الأخ. كاين هاد الكوبلة الأخرى هادي، هاد الروج اللهم بارك، نمشي ويا هاديك. السيرامة هذا ناكازاكي، شنو الفرق بين السيرامة وناكازاكي باش نوضحو لخويا؟ ناكازاكي يكون كبير في الحجم ياك، هذا هو هذا هو الفرق بيناتهم، وكيبقى الأصل ديالو من بنين، ها هما كوبل ديال ناكازاكي، ها هو الفريريج اللهم بارك، الدجيجة ديالو، كاين هاد الكوبل هادي ديال سيربرايت في هاد اللون. كاين هو اللي هنا اللهم بارك، نمشي هو، كاين هذا الدجاج، الدجاج الأسود، لامبورغيني، هو اللهم بارك، هادشي جا من هنا، وكاين هو هذا، هذا هولنديز، كوبل ديال الهولنديز. اللهم بارك، ها الفريريج، ها الدجاجة ديالو، فخلي النمرة خويا اللي بغا شي حاجة، 06 06 06 49 98 54، فاللي عجباتو شي حاجة هنا الإخوان يتواصل مع الأخ، كما العادة نوريكم اليوم شنو الطفرات اللي عنده اليوم، ونحاولو نقربكم من الأثمنة، هنا خويا عبد الغني الأثمنة مناش كيبداو تقريبا؟ كيبداو خويا من 400 درهم من 400 درهم حتى 900 درهم، هما كاين طفرات مختلفين اللهم بارك، راه كاين الاوبالين، كاين سبانكل، كاين طفرات مختلفة، وندوزو هنا يا خويا عبد الغني الكالوبسات، ليزانس، هادو كاينين 4500 ريال، هادو 4500، الزرقين، الخضرين 3400، هما الخضرين 3400، كما قلنا الزرقين 4500، كاين هذا هنايا ديال اوبالين،
هادو الثمن ديال الكوبل اخويا عبد الغني. هادو 500 درهم. هادو 500 درهم من الكوبل. عمر بياسات اللهم بارك في المستوى. ندوزو لكالوبسات. لكالوبسات هما الوينات اللي كاينين. بالنسبة للنورمال شحال اخويا عبد الغني؟ النورمال 300. نورمال 300 فاصلون. ها؟ والالبينو. الالبينو هنا 300 درهم كما سمعتوا الخوت. خلي النمرة اخويا عبد الغني كما العادة. 06 15 48 93 54. فاللي عجبته شي حاجة تواصل مع عبد الغني ولا تسقى الجار. كاين هاد الوليدات ديال كالوبسات راهم شنيبرات مدرسين. هادو ديال السورانك. دوري ديك الورا الخوت الوينات. راه كانوا لاتينو كاين هادو راه تباعوا راه باقي عنده اللي بغى شي حاجه تواصل معاه. هادو الاثمنه اخويا هادو 400 بياس 400 درهم بياس هادو عندهم شي 450 قريب. هادو الذكور ولا المتاوي؟ فيهم الذكور وفيهم المتاوي. كاينين هادو اللي تحت هما راه مدريسين. هما هادو تاهما مدريسين. واللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاك. راه اللي بغى لاتينو بغى ياك كاين تاهما موجود. خلي الميره 06 14 92 14 15. فاللي عجبته شي حاجه تواصل معاه خلاص. الخوت هاد البياسات هنا ديال كالوبسيت فهنا الثمن ما بين 300 درهم 400 درهم. هما الوينات اللي كاينين. كاين ايزابيل كاين بايب فاس بلون نورمال. هنا الثمن ما بين 300 400 درهم. اما الخطرة كاين هاد البياسات مدرسين. كاين هذا هنا بيروش وكاين هذا روز وكالوبسيت هما مدرسين اخويا هو هذا كالوب 60 درهم. ندوزو الاثمنه اخويا. هذا بيروش شحال داير؟ هذا طالب فيه 150 درهم. 150 درهم. وهذا روز 250 وكالوب 7 950. هذو اللي لتحت مدريسين؟ لا كلشي مدريسي. كلشي مدريسي. كاين هذاك الروز هو تا هو اللي تحط هنا الاخضر. هذاك شحال داير الثمن ديالو؟ هذا بحالو بحال خوت. قول لي بحال بحال. كلشي بحال بحال. هو كاين هذا تا هو. هو الوين ديالو دورو باش يبان. هو الوين ديالو. هذا قلتي الثمن تا هو بحال 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 بحال. وبيروش هادو اللي هنا تا هما بحالهم بحال 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 بحال. قلنا 150 بيروش 250 ليزانس وهذا 350. خلي النمرة اخويا اللي بغى شي حاجة. 06 94 36 66 50. فاللي عجبته شي حاجة تواصل معاه. وحنا اليوم عند محمد غادي نطلبكم شنو جاب اليوم الجديد. نحاولوا نوصلكم اثمنة اللي عنده اليوم ديال السوق. ومرحبا بالجميع. السلام خويا محمد. السلام. نبداو خويا بالالبينو. هادو شحال داير اليوم محمد؟ 750 درهم. هادو واجدين 750 درهم. ما واجدينش لا. هادو صنابر كما سمعتوا 750. والكنارة خويا محمد؟ 60 درهم. الكنارة 60 درهم. الجملة ب 60 درهم. كاين هاد لي كالوبسات هنايا. هادو هنا محمد؟ هادو 300 درهم. كاين هاد الوينات هادو هنا. هادو محمد خويا هادو 400 درهم هنايا. هادو 300 درهم هنا البياسة. وهادو البياسة هنايا شحال كيدير الثمن الناس؟ ديال 1000 درهم وفاس بلون. فاس بلون 350 درهم. وهاد البياسة هنا الالبينو هادو 2000 درهم هنا الكوبي. ندوزو للكيروش. هادو محمد شحال داير الثمن؟ 70 درهم. هادو الثمن ديال الجملة. كاين لي موندارا. هادو محمد كاين هذا لي موندارا. هادو هادو محمد شحال داير موندارا؟ 25 درهم. صنابر هادو 45 درهم كيلو صافيهم الواجدين. وهنايا محمد 20 درهم. وشوف هذوك القياسات ديال هادو شحال داير محمد؟ شحال دازو البادا؟ البادا كمان؟ البادا داير 100 درهم. والموانو؟ الموانو داير 35 درهم. خلي النمرة خويا محمد كمان هذا؟ 66 40 56 80 60. فاللي بغى شي حاجة في الجملة ولا اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل مع محمد. حمزه غنوريكم شنو عنده اليوم الجديد. وغنوريو الاخوان اللي ما عندوش عليه فكره كنحاولوا بحال هكا نوريو الاخوان اللي ما عندوش فكره غيوكل قدامكم باش تشوفوا. ديك الساعه نخليو النمره اللي بغى شي حاجه راه يتواصل مع حمزه. ومرحبا بالجميع.
سير اخويا حمزه مشي الله مرحبا بالخوت هاي الماكله هادي راه هي على سي فاكوس راه هي اللي كنوكلوا بها لافونتاج ديال سي فاكوس هي كتبقى تشرب الماء كتبقى تشرب الماء ماشي كتذوب هي كتبقى تزاد بالماء كدير فيها الماء المره الاولى وكتزاد وكدير فيها المره الثانيه وكتشرب كدير فيها المره الثالثه وكتشرب غنيه بلي فيتامين وغنيه بالدهون الزيتيه حتى الفرخ كيشبع وفاش كتهز الفريخ كتلقى فيها داك بحال الدسام ديال الريش كتلقى شبعان دون وبالنسبة الفرق بينه وبين الافانتيا باش نوضحوا الخوت خويا الفرق بينه وبين الافانتيا انها كتذوب فهمتيني افانتيا كتذوب دغيا والمشكل ديال الافانتيا كتقطع قلنا هذا قبيح سروك لاخويا حمزه باش نوريو الخوت كيفاش الطريقه بالنسبه اللي ما عندوش عليهم فكره كيفاش يوكل ولادي كنديروا بحال هكا فيديو باش نوصلوا الاخوان باش ياخذ فكره ويعرف كيفاش يوكل بحال هكا كتاخذ تيو ميديكال ها هو راه كاين حتى هو راه كيبيع واحد تيو ميديكال هذا خويا قاصح شويه هذا قاصح شويه هذا الكالوبساج مولينا دوك الطيور الكبار اكولي هذا شويه عاوتاني قاصح هذا خويا رطب هذا شي يرطب هو اللي كتخدم به انت هو اللي كنخدم به انا هو راكم طالع كاين عاوتاني اللي كيوكل بالمعلقه كل واحد فاش فاش كيرتاح هذا كتشدو كتقرب الفم ديالو كتقرب الفم ديالو بسم الله نوكلو بعدا الطوير ديال الدري يمشي عنده الطريق انت كنشد الفم ديال الطائر بحال ما وكنهبط ليه بحال هكا ديما في الليمن ديال الفرخه ديما في الليمن صافي سمحوا لنا واحد الدقيقه عندنا شي فرخ يجيب هاد العيبه بحال هكا شي مشي تا هو شي تا هو مأمن فهمتي الله يسخلي خويا كنشدو ليه فمو بحال ما التيوات ديال الشمس نعس الطريقه وكتبغي تهضر لكم خويا ديال الماء صافي وكتحبس ديال الماء عاوتاني كتشد بحال هكا بالطريقه سهله القياس فهمتي القياس كتبقى تابع كتبقى تابع الحوصله ديال الطير بخير يا حمزه الله يلا بخير الله يحفظك اخويا الله يكبر ديما في الليمن ديال الفرخ ساعه الطريقه سهله هاد الجهة اليسار كاين داك مزرعة الفوس باش فهمتي ما تخويش ليه في اليسار إلا تخنق راه مشكل حمزة خويا طال شحال مرة كافية في النهار يوكلوا دابا خويا تعطيو ثلاثة المرات أربعة إلا بغيتي تهلا في الفرخ ثلاثة المرات أربعة والما ديما يكون دافي شوية ما يكونش ضروري باش ما تحجرش ليه في الحوايصيلة ديالو ديما في الليمن ديالو هو تايلا سيبارات أي جميع أنواع الطيور بطريقة تنسية من ديالنا أي فرخ كيما كان النوع ديالو كنار كيما كان حتى في اليسار كاين داك مزرعة التنفس إذا درتي فيه الماكلة الطائرة ديال عندهم جهاز هضمي واحد كاملين الطيور من الدجاج وانتهى صغيور صغيور وكل صغيور سيطاكي سخويا ما هاي هو دا خويا كاع صغير باش تعرف بان التيور صغير راه كيركب لينا بزز في السوري او وليد صغير من الاحسن يكون التيور حقيقه حمزه من الاحسن صافي كتفريه الا بحال دابا دفعت ليه كيبقى شويه ما خصوش يكون عاوتاني اكثر من القياس لا ما يكونش اكثر من القياس صافي بحال هكا بارك الله ديال عوينات كنمشي ندير هاد مرحبا مرحبا كنحاول الى ردوا لي هذا ضروري نمسح ليه حتى هذيك الماكله من بعد كتبدا تتحجر كتولي صعيبه باش نقطع اها عاوتاني صغير هذا راه عمرني عطيتو السوري في حياتو علاش في الاول كيبقى يتنطشر معاك ما كيولفاش لا انت دابا تحبساش هو ما باغياش انجبدها تو سامبلومون انجبدها نعاود نخش
تتمشي راه هي بنت لي مشات من هنا هي الله ندفع لي صافي نحل حد هنا الماكله صافي اللي حسواه فيش هذا تاور عمروك لوتين تاور عمروك بالبر كيكون شويه في الاول صعيب لا لا كتحكموا فاش كدير لي فمك هنايا واخا كيبقى يعض مات ما يتسدش لي فم واش هاي الطريقه صافي وكتهب البيضة حمزة شمن طفر هذاك؟ هذا خويا بيضة بيضة ما كتحبو البيضة ولا ماشي البين البينو خويا ما كنجيبو من السوق راك عارف هاكا تقول لبنادم 500 وهادي ما كاينش كيقول لك غير اللهم كتبيعهم بالتليفون فهمت راك عارف السوق كيبغي شي حاجة الطفرة على حساب الثمن كتحدد على حساب الطفرة كتحدد الثمن عندي اليوم حمزه هنا الثمن ديال السيبارات وهنا الثمن كيبدا من 150 كيف العاده روز وفيشر 150 مولفين سورين من 150 حتى ل 250 150 حتى ل 250 وكالوبسات كالوبسات كاين من 250 حتى ل 300 من 250 حتى ل 300 اللي عجبتو شي حاجه راه نخليو لهم يتواصلوا معنا راه كاينين لي با كاين الماكله راه عارفين لي با كاينين هما كاينين لي سورين ديال 20 ملم لي با حمزه شحال لي با كاين 4.5 ديال فيرو كاين الخمسه ديال لي زانس كاين 5.5 كالوبسات كندير غير ديال لي بيروكي الكانار وداك الشيء ما كنديرو الشوكوت على السوران غاما كاينه الماكله هي في الطاكوس على حساب هادي شحال فيها من غرام حمزه هادي خويا فيها 200 غرام 200 غرام شحال كتبقى الثمن ديالها هادي كتبقى ب 1000 ريال و 100 غرام 100 غرام 25 درهم 100 غرام 25 درهم اما وندوزو شنو كاين اللي مفرا انت هنا كاين الفيروشات عادي عادي الفيروش عادي هنا شحال كدير الجوجه حمزه هادو اخويا كدير دايرين 35 درهم بياس 35 درهم بياس هذا الواحد اللي كاين هاد الكوبله ديال الكالوبسيت فيه خدام كار حباشي ومتولوتين وعين حمر هادي الثمن قدام عندي الجمرات هادي 700 درهم وكاين بياسات ديال كاين واحد الكوبله هاد الكري وهاد البيض اللي مطاشي بالصفر نتيوا ديالو هاد الكوبله ب 350 وهذا وهاد الكار ديال الفيشر 170 وهاد نتيوا ديال الروز 170 خلي النميره اخويا حمزه كمل هذا ها هي النميره 066 140 88 35 066 140 88 35 والباج اخويا حمزه ذكر لو مون دي وازو انتيليجون شون اللي بغى يدخل يتولى يشوف لي الباج يشوف كل واللي بغى شي حاجه مرحبا ولا يسخلك الله يحفظك